مرحبا طيب للجميع مشاهدينا الكرام اهلا بكم الى هذا اللقاء خلال اليوم الغد مصلحه الارصاد الجويه ترتقي بحول بعد انقشاع ضباب ونسبه رطوبه عاليه خلال الصباح على الوجهه الشماليه الساحليه وحتى المرتفعات اجواء مغاشات لكن الرياح ستشتد على كل من السواحل الوسطى والغربيه تصل 50 كيلومتر في الساعه رمال تكون عالقة على الهضاب العليا الغربية أجواء مغشات كذلك على مناطق الجنوب الغربي أقصى الجنوب مرتفعة الهجار والتاسيلي أربعة درجات أقول ست درجات على المرتفعات الداخلية الغربية، تسعة درجات على العاصمة، 12 درجة على كل من بشار وبسكرة، 18 درجة على الصحراء الوسطى، 23 درجة على أقصى الجنوب خلال هذه الليلة إن شاء الله. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى في استقرار تتراوح ما بين 18 لغاية 24 درجة على الواجهة الشمالية، 30 درجة على بشار، 33 درجة على تندوف، ترتفع لغاية 40 درجة على أقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد يبقى من قليل اضطراب الى مضطر محليا تقريبا على كافه السواحل خاصه السواحل الوسطى والغربيه الرياح ستشتد على الوسط تصل غايه 50 كيلومتر في الساعه والبقية تقول إن شاء الله خلال يوم الثلاثاء اضطراب جوي من طيرة جنوبية غربية على المناطق الغربية والوسطى أمطار على السواحل وحتى على المرتفعات أكثر استمرارية على المرتفعات الداخلية لتلتحق ليلا على الواجهة الشرقية كذلك على مناطق الجنوب الغربي ومنطقة الثورة أما خلال يوم الأربعاء الأمطار ستزداد غزارة على شكل زخات رعدية إن شاء الله على المناطق الوسطى وكذلك الغربية لكن الأمطار ستلتحق خلال الليل تحت وقع رعود على المرتفعات الداخلية الشرقية وكذلك السواحل بعض الأمطار غير مستبعدة على الصحراء الوسطى وكذلك شمال الصحراء أما خلال يوم الخميس إن شاء الله تزداد غزارة على الوجهة الشرقية تحت وقاب والسواحل لكن تحسن في حاله الطقس على الوجهه الغربيه خلال اواخر النهار ستشتد على المناطق الغربيه والوسطى امطار على فترات على الوجهه الوسطى الامطار ستلتحق على شمال الصحراء والصحراء الوسطى درجات الحراره في تراجع خاصه على المرتفعات والهضاب اللي ترتفع على اقصى الجنوب وقت غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمه ان شاء الله سيكون في تمام السابعه والست دقائق اشكركم اشكركم على المتابعه في امان